كلهم عم بيقولوا اليوم الوضع الامني صعب وعم بيستصدقوا وزراء 14 ونواب 14 مثلا، فاذا في مين بده يستشهد اليوم هو انا مش انت، لان انا عم بمرم بكل الاقصى، مش قاعد باوضه ومخبى حالي ببيتي وبقصر او ببيتي حاط الحلقه. نحن ما بنخاف من حدا، ما عندنا مال ولا عندنا خدمات، بس انا فيني اقول لكم انه عندنا الجمال وعندنا الشهداء، ونحن اليوم مستعدين نكون شهداء لقضيتنا وما حدا بيساكت علينا. هددونا وبعدهم بيهددونا، ومين قال بالنسبة لنا ما بنعشق التهديد وبنعشق نقاوم؟ هيدا شغلنا بالكتير، وخلينا نرفع المستوى الحزبوي في لبنان من أحزاب على الموضة لأحزاب تراثية حقيقية، من أحزاب بلا ماضي أو بتنقل ماضية أو بتغير ماضية حسب الظروف إلى أحزاب ثابتة من ماضية وحاضرة ومستقبلة بالخطاب السياسي والمواقف العنيدة. لسنا بموضة عابرة بل أوفى الأوفياء في زمن التخلي لأهالي الشهداء إنه ما يخافوا أبدا على الكتائب اللي هن عرفوها، فهذه الكتائب باقية على نفس الخطى اللي استشهد عليها آلاف من رفاقنا الكتائبيين الأبطال. هذه الكتائب لا خوف عليها على الإطلاق، فلن تبدل موقع من أجل كرسي، ولن تبدل خط سياسي حتى في أحلى الظروف من أجل منافع شخصية. أنا من خلال التوحيد فتح الكتائب وعلى رأس الكتائب، وجبت الكتائب لأواعدها وحطيتها بقلب المقاومة اللبنانية، إنما في غير انتقل من قلب المقاومة وجب حاله بقلب العمالة، لأنه نحن تبهدلنا وما حدا أعطانا انتصار، لا بالتسعين ولا بال92 ولا بال2000 ولا بال2005. نحن عملنا انتصارنا برحم الناس وبمعاناة الناس وبمتابعة شؤون الناس. الناس اللي جابوا الزعماء، مش الزعماء اللي رجعوا عملوا ناس. نحن اخر ناس نطعم بالظهر، نحن اخر ناس بنبوس ايدين واجرين، نحن اخر ناس نتوسل كرمال كرسي. فاذا مين اخطا او اساء التقدير او شاف بوقت من الاوقات انه محرج، ان الاوان اليوم قبل بكره ان يعود الى صوابه. ما تخافوا منا على الاطلاق، فلسنا بباب المزايدات. خافوا منا اذا احد خل بوعدنا وبقسمنا ب14 اذار. ما تخافوا من الكتائب بوفاء للبنان وبالتزامها القضية اللبنانية. خافوا من الكتائب اذا احد ما خل بوعده وبقسمه من اجل لبنان. فنحن نعم جنود وحماة هذا الاستقلال، لانه دفعنا الثمن غالي من رفقاتنا واخواتنا ليبقى هالبلد مصاب من اجل الكل. لانه الكتائب ما كانت مشروع حرب، كتائب كانت قبل الحرب، كانت مشروع ولادة بلد حضاري، بلد مثالي زرعت في هذا الشرق بلد نوعي. نأسس عن جديد مفهومية المواطنية الحقيقية، إعادة بث القدرات اللبنانية وكسر ذاك الضوء اللي زرع بقلوب البعض انه اللبناني غير كفؤ في لبنان ويصبح مبدع خارج لبنان. دورنا ككتائب نعزز القرار الحر بالدولة ليكتمل مشروعنا في تحرير القرار اللبناني، ان يكون درع واقي للمجتمع اللبناني وخصوصا المجتمع المسيحي لما يرجع يدخل في مؤامرة التفرقة مجددا. بل قضيتنا هي قضية استمرار ورعاية ومتابعة واحتضان مضبوط، انما اذا كان التهويل والانقلاب والغاء الاخر بيصير بالفرضية وبالقوة وبالديكتاتورية، فنحن في المواجهة اليوم قبل بكرة ولن نقبل ان تسلب الحرية والحقيقة والديمقراطية من لبنان بيد اشخاص ارتهنوا ارتهان كامل للخارج. فاذا كانت القصة بالمظاهرة فمظاهرة، واذا كانت كلمة فكلمة، واذا كان حوار فحوار،
وإذا كان غير شيء نحن ما حنقصر حتى باللي هو غير شيء. الحرية والعنفوان والمبدأ واحد لما بيشلحه مرة ما بيقعد يقدر يرجع ياخذه. أنا بسأل هؤلاء بالذات كيف قدروا ترحموا على بشير الجميل وهن متحالفين جهارا مع من قتل بشير الجميل. وما رح ننقل من الموقع الصعب إلى الموقع السهل. نحن رح نضل بموقعنا، نبني دولتنا، نسابر ونجاهد بكل الظروف حتى تقوم دولة قوية قادرة تقدر تبني دولة قوية لأولادها. ما تتذكر لماضيها ولا تتندم ولا تتسكع على أبواب البعض ويصنعوا منهم الجيل. وهيدا الشيء اللي بيميزنا دائما عن غيرنا، إن قادرين نتطلع بأم شهيد أو ببي شهيد أو بخي شهيد أو ببنت شهيد ونقول له بلكي نحن ما قدرنا ولا طلب إن نقدم لك شيء، بس نحن قادرين نتطلع بعيونك امبارح واليوم وبكره ونقول لك إنه نحن أبدا لن نساوم على دم الشهيد.